أهلا بكم. كيف ينظر النظام الإيراني إلى كردستان العراق؟ هل محافظات شمالي العراق ذات أهمية لإيران لا تقل عن مناطق نفوذها في بقية محافظات العراق؟ ما هي التوقعات المحتملة لما بعد التحشد أو التحشيد العسكري الإيراني على حدود كردستان العراق؟ هل تريد إيران اجتياح الأراضي العراقية عسكريا بحجة وجود معارضين؟ كيف يوصف تعامل حكومة السوداني مع رئيس أو مع جميع التهديدات الإيرانية؟ شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني العميد عباس نيلبروشان هدد بأن يوم 19 من أيلول الجاري هي نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح المعارضة الإيرانية، متواعدا بتكرار القصف وربما الاجتياح البري إذا لم ينفذ الأمر. ماذا يعني التحذير الأخير الذي أطلقه وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني للسلطات في العراق حول نزع سلاح المجاميع الكردية الإيرانية المعارضة المتمركزة شمالي العراق، ولمح أيضا بتحرك عسكري؟ نتساءل في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، هل ستوقف إيران تدخلاتها في المحافظات الشمالية للعراق بعد انتهاء وجود المجاميع الكردية المعارضة؟ أم ستستمر في سياستها القائمة على التوغل السياسي والأمني في شمالي العراق اعتماداً على الأحزاب الداعمة لها؟ سيكون معي في هذه الحلقة كل من ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في مركز رامان للبحوث والاستشارات. مرحبا بك أستاذ شاهو. مرحبا دكتور، تحياتي لك. وأيضاً عبر سكايب الأستاذ نوري حمزة الكاتب والمتخصص في الشأن الإيراني. مرحبا بك أستاذ نوري. أهلاً وسهلاً، تحياتي لكم. نشاهد مشاهدينا الكرام سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. مدرعات ومركبات عسكرية معززة بالطائرات المسيرة وحضور لقوات الحرس الثوري الإيراني ضمن تحركات عسكرية إيرانية على طول الحدود مع كردستان العراق، فضلا عن نشر طائرات تصوير استطلاعية في مناطق بنجوين وكويسنجق ورانيا التي تنتشر فيها الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. إيران سبق أن هددت بتدخل عسكري واستئناف الهجمات الصاروخية إذا لم ينفذ الاتفاق المبرم بين طهران وحكومة بغداد الذي يقضي بخروج المعارضين الإيرانيين الأكراد قبل 19 من شهر أيلول الحالي. في الوقت الذي تصرح فيه حكومة السودان أنها ستمنع وجود أي جماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار وسلامتهم، إلا أنها لا تمتلك استقلالية القرار وتؤكد تبعيتها لإيران وتثبت بوضوح ازدواجية التعامل في وقوفها خاضعة ذليلة أمام تهديدات إيران في إخراج المعارضة الإيرانية من العراق، في حين تتجاهل المطالب التركية المتكررة بإخراج ميليشيا بكك المصنفة إرهابياً من العراق، بل هي تدعم تلك الميليشيا التي ترتبط بميليشيات الحشد ارتباطاً وثيقاً، في حين كشفت جماعة كادحي كردستان الإيرانية المعارضة عن بدء إخراج أفرادها المتمركزين على حدود كردستان العراق المحاذية لإيران، مؤكدة أن إيران تحشد قوات كبيرة على الحدود مع العراق مجهزة بأسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة، وأنها تهدف إلى احتلال أراض في كردستان العراق باستخدام ذرائع كوجود الأحزاب الكردية المعارضة لطهران. الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق عام 2003 جعلت من أراضي العراق مسرحاً لتصفية الحسابات التي يدفع ثمنها العراقيون من دمائهم وثرواتهم وأراضيهم. أبدأ معك استشهد، إذن حشود عسكرية إيرانية على حدود كردستان العراق، مدرعات وآليات عسكرية وجنود، يا ترى كيف تنظر أو ينظر النظام الإيراني إلى كردستان العراق؟ تحياتي مجددا لك دكتور وللضيف الكريم. حقا مثل ما نرى جميعا، يعني منذ أسابيع وهذه التهديدات مستمرة، وهي ليست التهديدات الأولى، بل كانت دائما إيران تهدد باستهداف الأراضي العراقية خاصة في إقليم كردستان،
وأيضا هناك يعني معلومات وصور تؤكد أنها أيضا دخلت في الأراضي العراقية، يعني هناك بعض النقاط في منطقة هورامان في حلبجة هناك دخول وزحف إيراني بحجة المراقبة، بحجة وضع نقاط عسكرية لمتابعة عمليات التهريب، ولكنها أيضا دخلت وزحفت إلى الأراضي العراقية بصورة يعني ملحوظة. هذه التحشيدات وهذه القوى العسكرية يعني لا تتوازن مع حجم التهديدات الأمنية الموجودة على الحدود بين إيران وبين إقليم كردستان. لو نظرنا إلى المشاكل الأخيرة التي حصلت بين الطرف الإيراني وطالبان في أفغانستان، رأينا أن طالبان قامت حتى بالاعتداء على الكثير من رجال الأمن الإيرانيين، وأيضا هناك مشاكل دائمة، ولكن رغم ذلك إيران لا تتجرأ أن تتخذ خطوة يعني مثل هذه الخطوات الحماسية التي تتخذها مع إقليم كردستان العراق. الاختراقات الأمنية التي تحصل في 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 حدود كردستان العراق هي يمكن 10% من نسبة المشاكل التي تحدث مع أفغانستان على سبيل المثال، ولكن لا نرى ردة الفعل الإيرانية والتحشيد عسكري وتهديدات يومية من قبل قيادات عسكرية وأمنية بأننا سوف ننفذ عملية عسكرية برية أو سنقصف أو سنقوم بالقيام بعملية وتهديدات مستمرة بخصوص هذا الأمر. إذن هذا يعني أن الأمر لا يتعلق بهذا الهدف الظاهري الذي إيران تقول بأن هناك مخاطر أمنية وهي تريد أن تتخلص منها، لأن الأحداث الماضية والأحداث الأسابيع الماضية وأيضا نشاطات هذه الجماعات على الحدود تؤكد بأنها يعني ليست لديها هذه المخاطر التي تدعي إيران وتريد أن تضخمها بحجة الدخول والانتشار والتوسع. يعني دائما إيران كانت يعني قبل أيام دكتور يعني جريدة فارس نيوز، صحيفة فارس نيوز الرسمية الإيرانية، نشرت كاريكاتير تضع فيها محور إيران مقابل محور أعدائها. في محور إيران يوجد حزب الله، حسن نصر الله وكل الميليشيات وكل الأطراف الموالية لإيران. في الطرف الثاني لأعداء إيران وضعت فيه رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وأعلام أعداء إيران من ضمنهم علم إقليم كردستان، على الرغم من أن التصريحات الرسمية دائما للقيادات الإيرانية بأن نحن مع العراق ومع العراقيين ومع إقليم كردستان أخوة في الدين وشعارات براقة، إضافة إلى أننا نريد التكامل الاقتصادي، نريد بناء مصانع وأماكن يعني لتطوير الجانب الاقتصادي ومساعدة العراق، إلا أن هذا الكاريكاتير وهذه الصورة هنا تجسد المشاعر الحقيقية، هو يضعك في خانة الأعداء وبالتالي هو يخشى من هذا النموذج. يعني دائما نقول نحن أن هذا النموذج بما أنه تميز عن باقي يعني المناطق العراقية، فيها يعني تطور عمراني، فيها استقلالية لا يتم السماح كثيرا بالنشاطات الإيرانية. قبل فترة يعني المسؤول الإيراني السفير الإيراني الأسبق في العراق قال أن مدارسنا وجامعاتنا تفتتح في كل مكان إلا إقليم كردستان، يعني يصنعون لنا عراقيل ومشاكل لا يسمحون لنا بافتتاح المراكز الثقافية. ولماذا لا يفتح مراكز ثقافية في طالبان مثلا؟ تماما. أنت يعني الإيران يعني ازدواجية التعامل مع إقليم كردستان، لماذا ذكرت النموذج الأفغاني ونموذج طالبان؟ هناك يعني هناك شراسة في التعامل مع الجانب الإيراني، هناك قوة، هناك تهديد، هناك اعتداء مثلا. وهذه الشراسة لا توجد في إقليم كردستان؟ لا توجد في إقليم كردستان. أنت تعلم دكتور إقليم فيدرالي جزء من العراق، وأيضا لا يستطيع أن يواجه الدول الإقليمية، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ قرارات أو يتخذ مواقف يعني عنفية تجاه هذه الدول، وبالتالي إيران استغلت هذا الأمر، ونرى أنها تستغل أيضا هذه الجماعات أو ترفع شعار محاربة هذه الجماعات بأهداف كثيرة. الآن إضافة إلى يعني أنت تعلم هناك مشكلة اقتصادية في إقليم كردستان وتأخير الرواتب وضغوطات على الحكومة، تستغل هذا الأمر أيضا لممارسة ضغوطات أكثر على حكومة الإقليم وجعلها تسمح أو تقبل بكل الحلول الأمنية التي تنظر إيران، يعني تريد أن يعمل حكومة الإقليم وفقا للتوجهات الأمنية الإيرانية وليس وفقا لتوجهاتها الخاصة. اسمح لي أن أرحب بالأستاذ نوري حمزة الكاتب والمتخصص في الشأن الإيراني ضيفي عبر سكايب. أستاذ نوري مرحبا بك. يعني إلى هذه الدرجة
النظام الإيراني خائف من المعارضة في المعارضة الكردية في شمالي العراق، بحيث يحشد لها المدرعات العسكرية والطائرات المسيرة من دون طيار والجنود وهذه الأمور؟ المعارضة مخيفة إلى هذه الدرجة؟ ما حقيقة هذا التحشيد العسكري؟ تحية لكم ولضيفكم الكريم ومشاهدينا الأعزاء. العقلية الحاكمة في إيران سواء في عهد نظام الجمهورية الإسلامية أو وكذلك النظام القبلي، نظام الشاهنشاهي الملكي الإيراني، نفس العقلية، عقلية لا تفهم الحوار، لا تفهم الجوار، لا تفهم الأخوة، لا تفهم القانون الدولي ولا إلى آخره. عقلية متقطرسة تريد التمدد على حساب جغرافيا الآخرين، وتستغل ثغرات مختلفة منها العلاقة الدينية واللغوية والثقافية وإلى آخره. إذن ما يحدث في جنوب العراق وشماله لا يختلف كثيرا، اللهم أنه القضية في شمال العراق أكثر نظاما كما قال ضيفك الكريم، نتيجة أنه وجود الإغليم واستشارات دولية واستشارات أمنية لديه، وكذلك الشعب الكردي هناك هو كان طيلة هاي السنوات اللي كان مضطهد، ففهم كيف أقول لك يعني استغل هذا الوضع بصفته كفرصة تاريخية لهم لبناء شيء ما للشعب الكردي بممارسة حياتهم الطبيعية بجانب سائر الشعب العراقي، و ممارسة شيء جزء من الديمقراطية اللي نقول برغم كل المشاكل الموجودة في الإقليم. ولكن هذا يخيف إيران كما أشار ضيفك. لماذا؟ لأن هذا النموذج بحد ذاته ممكن أن يتسرع إلى داخل إيران ويصنع ليس نموذج واحد بل نماذج عديدة في إيران، على سبيل المثال كردستان إيران أو منطقة الأحواز وعربستان أو منطقة بلوشستان و كذلك التركمان والأتراك في إيران اللي هم 20-30 مليون سكان. فهذا النموذج إذا تكرر إذا ثبت، لأن ثبت هو ولا يعني استطاع أن يفرض نفسه في هذه المعادلات تحت الرأي العراقية في المعادلات الدولية وإلى آخره، بإمكان هذا النموذج نتيجة الضعف الإيراني، ضعف الحكومي و ضعف النظام الإيراني، هذه الظروف الدولية والداخلية اللي مبتلى فيها في الواقع هذا النظام وهو أنشأه وهو أسسه، ممكن أن إيران تتفكك داخليا وتصبح عدة أغاليم. يريد أن هذا النموذج أن لا ينجح، لهذا يتغلغل هناك بشكل وآخر لتخريب هذا النموذج، للحد من تطور هذا النموذج الإقليمي كردستان، وكذلك متابعة نشاطات الأكراد الإيرانيين كحزب كوملا وحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الصغيرة الأخرى المتحالفة معهم. الهدف ليس تتبعهم إلى آخره، الهدف أنه هنا بهذه دقيقا بهذه الزاوية حين يريد يفتح جبهة ضد الإغليم وضد العراق بهذه الزاوية، الهدف هو تصدير الأزمة. إيران مقبلة على أزمة تغيير نظام، أزمة يعاني نظام اليوم من أزمة فقدان الشرعية الدولية ومحاصر بشكل كبير واقتصاد هش، وكل هذه الأشياء وكل الأغاليم مشتعلة. حد الليلة الماضية وقبل الليلة الماضية بمناسبة مقتل الصبية الكردية مهسا أميني، هناك كانت مظاهرات في عدة مدن في إيران بما فيها طهران العاصمة. فيريد أن يخلق أزمة كي يوحد الصفوف الداخلية، التيارات السياسية الداخلية، وكذلك جزء على الأقل من المعارضة الإيرانية سواء في الخارج أو في الداخل بشكل وآخر بجانب النظام، كي يوحي للناس أن إيران مهددة بالتفكيك، مهددة بالتجزئة والتفتت. بناء على ذلك الذي هدد إيران، يعني مما يخاف النظام الإيراني، يعني من الذي يهدده بالتجزئة والتفكيك في حين أنه محاصر بعقوبات دولية وأنه يعاني من أزمات في الداخل ويعاني أيضا الشعب الإيراني من ويلات هذا النظام؟ الذي يهدد النظام سلوك النظام ذاته. النظام
هو وريث لسلوك الشاه الأب والشاه الابن، 52 سنة من الحكم الاستبدادي في أسرة البهلوي دمرت الشعوب غير الفارسية في إيران، استورث النظام الجمهورية الإسلامية نفس الأسلوب وبشكل أبشع، سحق حقوق كل الشعوب وعلى وجه التحديد العرب والأكراد والبلوش والتركمان واللور وكذلك الأتراك وغيرهم، فسحق كل هذا. نتيجة هذه الأحداث والأغلاط والمشاكل الهيكلية الاقتصادية والفساد الإداري المتفشي، البيروقراطية المدمرة في إيران وشتى أنواع الفساد السياسي، نتيجة كل هذه الأمور أصبحت هذه بوار تهديد تهدد النظام وتهدد هيكل الدولة ككل، وربما إيران مقبلة على هذا التفكك الداخلي في الخطوة الأولى، وقد يتطور إلى أكثر من ذلك. هذا نتيجة هو سلوك نظام حكم البهلوي وحكم الجمهورية الإسلامية، لم يستسلموا إلى مطالبات أدنى مطالبات هذه الشعوب، ولم يعني يديروا بال ولا يلتفتوا إلى أدنى مطالبات هذه الشعوب، ونتيجة هذا اليوم يرون أنفسهم في محل تهديد، والتهديد صحيح لأنه هذا السلوك خلال 6 7 98 عام من سنة 1923 لحد اليوم، هذا السلوك غير الشرعي وغير الأخلاقي وغير القانوني من قبل الأنظمة المتوالية متتالية في إيران تجاه الشعوب غير الفارسية أدت بالوضع إلى هذه الحال، وإلا مقتل الصبية الكردية مهسا أميني أو جينا أميني ممكن أن كان يمر كمقتل العديد من الإيرانيين الذين قتلهم النظام بشكل آخر أو أعدمهم، لكن اليوم طفح الكيل والشعوب اليوم هذا السلوك الإيراني الأخير بالتحشيد العسكري أمام أو مقابل حدود كردستان العراق هو نوع من تصدير الأزمة أيضا أستاذ نوري؟ بالضبط. هو اليوم إيران عايشة في أزمات منذ مجيء الخميني من 79 لحد الآن تصدر، كان هناك قول معروف للخميني. أنطلق في سؤالي للأستاذ شاخو، سأعود إليك أستاذ نوري مرة أخرى. أستاذ شاخو، نعم أستاذ نوري تتكلم معي؟ هناك قول معروف للخميني يقول هذا أثناء الحرب الإيرانية العراقية، كان يقول هذه الحرب نعمة لنا، نعمة للنظام، بمعنى أنه هذا الحرب يعطي الفرصة لكل السياسيين الإيرانيين كي يكملوا البيت الداخلي السياسي، والنظام يسيطر بشكل آخر على كل الشعوب في داخل إيران، فيرون في الأزمات نعمة لهم وطيلة عمر للنظام. إذن هو السلوك الإيراني لم يتغير منذ سنة 79 وحتى هذه اللحظة أستاذ، مثل ما وحتى قبل ذلك تحدث الأستاذ نوري حمزة. بعد 23 سنة سياسة تصدير الأزمة، هل إيران لها القدرة اقتصاديا يعني بعد هذه الأزمات التي حلت بها، بعد هذا التهديد بالتفكيك للنظام الإيراني من الداخل بسبب الضغوط الشعبية والانتفاضات، وبعد مرور سنة على حادثة مهسا أميني، مقتل مهسا أميني على يد القوات الإيرانية، في هذه الحالة هل تتوقع فعلا أن يكون هناك إجراء متخذ عسكريا من قبل إيران لاجتياح كردستان، أم أن الأمر سيثقلها اقتصاديا وهذا مجرد تهديد فارغ لا قيمة له؟ طبعا هذه التهديدات كانت تزامنت أصلا مع يعني موعد أو الذكرى الأولى لمقتل الشابة مهسا أميني، 16 من أيلول مقتل الشابة مهسا أميني، 19 من أيلول الموعد النهائي للنظام لتجريد الجماعات المعارضة الإيرانية داخل إقليم كردستان من سلاحها، وبالتالي كان هناك يعني انتظار لمدى استجابة الشارع الإيراني أو خروجهم في الذكرى الأولى، ورأينا أنه على الرغم من كافة وسائل أو استخدام كافة وسائل القمع والتخويف والترهيب، إلا أنه كان هناك يعني حراك حتى لو كان بسيطا، ولكن الإيجابية في يعني موضوع مهسا أميني أن النظرة التي كانت تقوم بتسويقها المنظومة الإيرانية للإيرانيين بأن المكون الكردي حتى داخل إيران مكون مثلا متوحش ويسعى للانفصال وإلى آخره، شيطنة هذا المكون، حادثة مهسا أميني جلبت نتائج عكسية، أكدت للإيرانيين جميعا أن بالعكس هؤلاء أيضا يحاولون لأن يحصلوا على الحرية، يعانون من
يعني هذا النظام، سياسات القمعية لهذا النظام، وبالتالي النتائج العكسية كانت يعني صحيح أنه لم يؤدي إلى نتائج سريعة داخل المجتمع، ولكنه أدى إلى نتائج مستقبلية يؤثر على طبيعة تفكير الشعب الإيراني، وأنه زاد من لحمة الشعب، زاد من وحدتهم حول أهداف مشتركة، وهي أن هذا النظام يشكل خطر على الجميع وليس فقط يشكل خطر على مكون واحد، وبالتالي أنهى الأهداف الإيرانية بتقسيم المجتمع وتخويف كل طائفة من الطائفة الأخرى. طبعا هذا يعني النقطة الأهم كان متعلقا بمدى خروج المدن الإيرانية في ذكرى حادثة مقتل الفتاة مهسا أميني، وإضافة إلى ذلك المدن الكردية داخل إيران، لأن الجانب الإيراني يخشى كثيرا من هذه المدن، لأنها أولا لديها ارتباطات أيضا مع كردستان إيران، يعني دائما هي تخشى من أن يكون هناك تأثير لهذا الجانب على الجانب الآخر. وهذا شيء تاريخي، هذا شيء تاريخي تماما، هذا الشيء تاريخي ولا يمكن يعني إنكاره أو ولا يمكن منعه من هذا التعاطف الموجود بين هذين الطرفين. ولكن النظام الإيراني حقا أنا يعني أرى أن هذا التحشيد ليست علامة قوة، هذا التحشيد علامة خوف. يعني أنت كما تفضلت في مقرات الأحزاب الكردية المعارضة ماذا يوجد؟ يوجد سلاح نووي، يوجد أسلحة يعني إيه، لما تخاف من المعارضة؟ ما هذا الخوف من المعارضة؟ كلاشنكوفات يعني يمكن أثقل سلاح الهاون أو بكيسي. هل يمكن مواجهة دولة مثل إيران تفتخر بأنها لديها نفوذ إقليمي ولديها ميليشيات في كل المنطقة وتدعم روسيا في حرب أوكرانيا؟ هل يعقل أن هذه القوة التي تسبق نفسها بأنها هذه القوة الكبيرة الإقليمية وبأن الأمن لن يتحقق في المنطقة كما يقول القيادات الإيرانية إلا بمساعدتنا وإلا بمشاركتنا، هل يعقل أن تخاف من بعض المقرات التي فيها مجموعة من أسلحة الكلاشنكوف؟ هذا يعني أن هذه الإجراءات وهذا الاستعراض وهذا التهديدات هي علامة خوف، علامة خوف من أي حركة قد تؤدي إلى ماذا لو لم تنفذ تهديداتها؟ ستسقط من عين المعارضة؟ طبعا يعني الأمر ليس يعني التحشيد مجرد تحشيد كما قلت وأكرر ليس متعلقا بأسلحة أو تواجد هذه الجماعات، لأن هذه الجماعات أصلا انتشارها دكتور يعني نرى أنها في كويسنجق موجودة، في منطقة زرقوز موجودة، في منطقة آلتون كوبري موجودة، يعني مناطق ليست على تماس مع الجانب الإيراني. يعني كويسنجق أيضا بعيدة، زرقوز في منطقة قرداغ، بعض المقرات هنا، وأيضا في آلتون كوبري، يعني أماكن ليس لديها تماس مع الجانب الإيراني حتى تشكل خطرا يعني وشيكا أو حتى خطرا قريبا. وقد غادرت المقرات تماما، بعيدة أيضا وقد غادرت المقرات، وبالتالي ال 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 أنا أتصور أن يعني إيران تنتظر إشارات داخلية إشارات خارجية حتى ترى أنه لو كان الأمر مناسبا فهي تفكر وتطمح بأن يكون لها نفوذ عسكري ثابت داخل الأراضي العراقية أيضا، يعني تنتشر ويكون لديها مقرات عسكرية. بهذه الطريقة يعني تقريبا هي ستكون أضعفت حكومة إقليم كردستان بصورة كبيرة، لأنها يعني تضرب سيادة الإقليم إضافة إلى السيادة العراقية، يعني تجعل من حكومة الإقليم تستجيب لأي مطالب إيرانية من الآن فصاعدا. يعني أنا عندما ذكرت أن الجانب الإيراني لديه ملاحظات، لديه قلق على وجود سياسات معينة لا تسمح بافتتاح مدارس ثقافية، لا تسمح بوجود تغلغل داخل المؤسسات داخل في إقليم كردستان، إذا نجحت ودخلت وعملت على بناء نقاط عسكرية معينة هنا بلا شك سوف تضعف الإقليم وسوف تضعف طيب في هذه موقفه النقطة في بغداد أيضا. اسمح لي أستاذ شاغون أنتقل للأستاذ نوري. أستاذ نوري، هل تمتلك إيران الجرأة على ابتلاع محافظات العراق الشمالية كما ابتلعت محافظاته الباقية عن طريق أحزابها وميليشياتها التي تدعمها؟ إيران لديها هذه التمنيات، وهذه التمنيات يفصحون بها دائما، الإعلام الإيراني يتكلم بشكل آخر، والمعارضة حتى الإيرانية بين قوسين اليمينية المتطرفة ذات النزعة القومية الفارسية عندهم هذا الطموح أن يضموا كردستان العراق لإيران، أن يضموا حتى كردستان حتى سوريا إلى إيران وإلى آخره، فيريدون الامتداد والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.
فهذا ممكن يكون كوريدور جيد لهم. وهناك يعني يراهنون على العلاقات الثقافية بين الشعب الكردي وبين باقي المكونات الأخرى في إيران وخاصة بين الكرد. هذا ما يطمحون له، لكن أن يكون لهذا النظام الجرأة الكافية ولديه الإمكانية الكافية، وأن هناك يكون من قبل أكراد العراق يعني ردة فعل إيجابية تجاه هذا الطموح، لا، لا توجد جرأة، لا توجد الإمكانية الكافية لديهم، لا الاقتصادية ولا السياسية، ولا يقدموا نموذج جيد. على سبيل المثال هم احتلوا لبنان، دمروا لبنان، دمروا الاقتصاد، ودمروا كل ما جيد وكل ما جميل في لبنان تدمر. وهكذا سوريا اللي شاهدناها، سنين حرب داخلية، 7 مليون أو 8 مليون مهجر، مليون قتيل وجريح وإلى آخر، البنية التحتية دمرت، واليمن هكذا. فإذا هاي النماذج أمام الشعب الكردي، أمام الأكراد في العراق، وأمام الآخرين في الشرق الأوسط. إيران لم تقدم نموذج إيجابي يجذب الشعوب وبشكل آخر حتى أن يفتحوا أحضانهم لهذه المشاريع. إذا الذكاء من قبل العراقيين الأكراد نحن نحس بشكل قوي في الصحافة الكردية وفي إعلامهم وإلى آخره، هناك توجه. لكن أيضا من بجهة أخرى الأكراد لديهم شيء من البراغماتية اللي أنا أسميها براغماتية مؤذية بعض الأحيان، بمعنى أنه يتعاطون هالقد مع النظام الإيراني بشكل آخر، على الأقل جزء من الأكراد وليس كل الأكراد وكل الحزبين المعروفين في كردستان العراق. وهذا ما إيران تراهن عليه، أن تفكك المجتمع الكردي هناك. أتمنى أنه هذا الشيء بشكل آخر، أنه الأكراد أكثر يستوعبوا المرحلة خطيرة جدا، ولا يمكن التعاطي مع نظام هالك أن يحيون بشكل آخر. أي نوع تغرب لهذا النظام هو المساهمة في إحياء هذا النظام وإنعاش هذا الجسد الميت، هذا الجسد الميت المتعفن الخطير اللي أمراضه تسري هنا وهناك، من أوكرانيا اليوم ومن سوريا انطلق إلى أوكرانيا وكذا، وممكن اليوم يجتاح كردستان وإلى آخر. لكن كما قال ضيفك الكريم، أنه لا لا لا, لا يوجد بديك الصورة دلائل حقيقية، ولا جرأة موجودة، ولا هناك أحضان تستقبل هذا التطور، هذا التطورات السياسية من قبل الأكراد، ماكو هذا الشيء. فإذا أنا أشوفها تهديدات فعلا بالدرجة الأولى، بروبوغاندا، ممكن أن تقصف مدفعية، نعم، ممكن أن تضرب مسيرات وإلى آخره، نعم، ولكن أن يحدث شيء كبير لا أظن ذلك. إذا لا تملك الجرأة إيران من وجهة نظر الأستاذ نوري. أستاذ شاهو، يعني إيران دائما أمام العالم هي مثال، بحسب ما يصفها مراقبون ومحللون سياسيون، مثال للنموذج المتناقض، والبعض يصفها بأنها نموذج يعني يحاول أن يجمل صورته ولكنه لا يستطيع أن يخفي الحقيقة. يعني مثلا في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على مر التاريخ، يعني يظهر أنه صراع، ولكن الكثير يصفون أو الغالبية يصفون أنه تخادم من أجل مصالح مشتركة. كذلك إيران تسمي أمريكا الشيطان الأكبر مثلما هو معروف، وفي جميع وسائل الإعلام الأمريكية يصفون إيران بأنه نظام إرهابي وإلى آخره، والحرس الثوري مدرج على قائمة الإرهاب وإلى آخره، ولكن ما يجري على الأرض هو مخالف ومناقض للواقع. في صورة هذا التناقض أيضا، يعني إيران تدعم وتغطي على تواجد البيكك، حزب العمال الكردستاني في سنجار، في حين تريد على جناح السرعة أن تخرج المعارضة الكردية من داخل أراضي كردستان. ما هذا التناقض؟ طبعا هذه جزء من الازدواجية الإيرانية في التعامل مع الملفات، والتي حتى هي لا تنكر هذا الأمر، وحتى الميليشيات الموجودة أيضا في سنجار لا تنكر هذه العلاقة. يعني هنا السؤال الرئيسي الآن، هي تريد القضاء أو إبعاد أو تجريد الجماعات المسلحة الأجنبية كما تسميها، يعني الإيرانية أو غيرها، داخل الأراضي العراقية وداخل إقليم كردستان العراق. يعني نحن بعد طرد تنظيم داعش من سنجار، وحتى الآن هناك مشكلة في سنجار، هناك مشكلة عدم السماح للأهالي بالعودة إلى مناطقهم.
كان هناك اتفاق أربيل وبغداد تم توقيع الاتفاق ولم يتم تنفيذه. أحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر تواجد حزب العمال في سنجار ومع الحشد الشعبي بغطاء الحشد الشعبي، والجميع يعلم الحشد الشعبي الفصائل المنضبطة تحت الحشد الشعبي ترفع شعار ولاية الفقيه وتعلن وتفتخر بولائها لمشروع يعني الجمهورية الإسلامية، وأيضا تفتخر بأنها تأخذ الأوامر من خامنئي. كيف يعني تفسر الجانب الإيراني أو تبرر هذه العلاقة بأنها تدعم وتؤيد وتساند وتغطي تواجد حزب العمال الكردستاني في سنجار وترفض أي مساس بهذا الكيان داخل هذه المنطقة، وأيضا استخدمته ضد إقليم كردستان العراق بينما هي تريد إبعاد هذه الجماعات الأخرى في إقليم كردستان العراق وهي التي تمتلك بعض المقرات هنا وهناك، بينما حزب العمال الكردستاني الجميع يعلم أنه متواجد وبقوة ولديه نفوذ داخل سنجار. إذن هذا يعني نأتي إلى هذا يعني، ولكن يعني بتركيز أكثر خلاصة لموضوع أنه ماذا تريد إيران من هذا التحشيد العسكري؟ المبررات ما هي؟ ما هي الأوراق السياسية التي تريد الحصول عليها؟ مثل ما تحدث الأستاذ نوري قبل قليل قال إنها عملية أو تهديدات غير مقنعة لأنها لا تملك لا الجرأة على المستوى القدرة على المستوى السياسي أو على مستوى إقناع الدول على ما تقوم به من فعل، وكذلك الداخل هو رافض لها ومنتفض ويعاني من ضغوطات اقتصادية كبيرة. إذن الأمر هو غير منطقي. ماذا تريد من أوراق تحصل عليها إيران سياسيا؟ طبعا هي يعني من خلال هذا التحشيد أو هذا الهجوم أو هذه التصريحات العدوانية حققت مجموعة من الأهداف أو تريد أن تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف. أولا يعني بشكل أو بآخر يعني أنهت أو أضعفت الاحتجاجات التي كانت من المفترض أن تخرج في ذكرى مقتل الشابة مهسا أمين. يعني هل من المعقول فقط هذا الأمر متعلق هذا داخليا نجحت أنه تركز على موضوع آخر، تشغل الآلة الإعلامية بأن هناك حرب خارجية، وبالتالي على المواطنين أن يعني يساندوا أو يسكتوا على الأقل أو أن يتخذوا موقع حيادي لأن الدولة في حالة حرب مع كيان آخر. يعني هي الدعاية الإيرانية كانت دعاية وكأنه دولة مقابل دولة وليس دولة مقابل 100 أو 200 من عناصر جماعة يعني لا يمتلكون أسلحة حتى متوسطة. هذا الأمر حققته. الأمر الثاني إلى الجانب العراقي وخاصة إقليم كردستان، بأن الجانب الإيراني على الرغم من العلاقات الاقتصادية الموجودة بين الطرفين، على الرغم من العلاقات السياسية أيضا وجود قنصليات وإلى آخره، إلا أنها مستعدة للإضرار بإقليم كردستان العراق ودائما تخشى من هذا النموذج ومستعدة لاستخدام السلاح. وهذه الرسالة أيضا للحكومة العراقية بأن الجانب الإيراني لا تكترث بموضوع السيادة، وهي سواء دخلت بريا أو بس اختصرت نشاطاتها على الصواريخ المدفعية أو على طائرات الدرون أو إلى آخره، ولكنها تعتبر هذا الامتداد الجغرافي جزء من نفوذها، وبالتالي من حقها أن تستهدف أي كيان أو أي جماعة أخرى داخل أراضي إقليم كردستان. إضافة إلى ذلك أيضا رسالة يعني دولية للأطراف الدولية والأطراف حتى الإقليمية بأن الشهية التوسعية لدى هذا النظام لم يتأثر بالاحتجاجات الداخلية، لأن أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات كما تتذكر يعني دكتور كان إنهاء التدخلات الخارجية والتركيز على الاقتصاد الداخلي. نعم. تريد إيران من خلال هذه الرسالة أن تعطي رسالة بأنها لا تكترث بهذا النبض أو هذا الصوت الداخلي بإيقاف التدخلات الخارجية وبأنها نزيف للاقتصاد الإيراني، وبأن الحرس الثوري وشهية الحرس الثوري لا زالت مفتوحة للمزيد من التوسع حتى لو كان داخل الأراضي العراقية التي تعتبرها إيران دائما تفتح يعني ترفع شعار إيران والعراق لا يمكن ألف وراق، يعني دائما هذا الشعار تفتح يعني تعلن هذا الشعار، ولكنها شهية النظام الإيراني في تصدير الثورة لا زالت مفتوحة. وهذا أيضا يؤكد من جديد أن النظام الإيراني مهما يعني حصل ومهما كان هناك مطالب بالتوقف عن هذه
السياسات التي تدخل ضمن تصدير الفوضى وليس تصدير الثورة، ولكنها تريد أن تؤكد مجددا أنها جزء من كيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبأنها لا تستطيع أن تتخلى عن هذه السياسات سواء في المدى القريب أو المستقبل. هي تكتيكية من الممكن أن تعطي إشارات أو تلميحات بأنها قد تتوقف وبأنها لا تشكل خطر على الآخرين، ولكن هذا التحشيد الآن ضد تجربة وليدة يعني تميزت بالكثير من المميزات مقارنة بالباقي المناطق. هناك يعني استقرار، هناك بنية تحتية، هناك تطور، هناك نية لتطوير هذا النموذج. هي تعتقد أن هذا النموذج تشكل خطر عليها، تشكل خطر على نفوذها، لا أدري يعني كيف، ولكن منطق ولاية الفقيه يعني دخلوا أي منطقة أصبحت مليئة بالمخدرات، بالميليشيات، بالفوضى، بالسجون السرية، الجماعات المسلحة، بالجريمة المنظمة. هذه الأمور إذا لم تجدها في مكان قريب منها تشعر بالانزعاج، وبالتالي تريد أن يكون جميع المناطق التي تدخل فيها أو تكون قريبة منها جزء من هذه المنظومة، لأنها لا تستطيع أن تتحرك ضمن منظومة الاستقرار. طيب. إذا كان هناك استقرار وكان هناك حكم القانون لن تستطيع الميليشيات أن تتحرك وتفعل ما تشاء، وبالتالي هي تستفيد من بيئات التي ينتشر فيها الفوضى، ينتشر فيها الجرائم، حتى تستطيع أن تفرخ ميليشيات جديدة وتعمل في هذه البيئة وتؤسس لنفوذ كما فعلت في يسمونه الهلال الشيعي. إذا تنظر إليها هلال أيضا مليء بالمشاكل والأزمات والمخدرات والفوضى والنفايات في كل شيء. هي تشعر أن هذا الهلال هناك معرقل داخل هذا الهلال، هذا إقليم كردستان العراق، وبالتالي يجب إما تقويضه أو إضعافه بشكل يعني يخضع ويستمع إلى المطالب الإيرانية. طيب اسمح لي أنتقل للأستاذ نوري. أستاذ نوري، العامل الدولي هنا كيف ينظر إلى التهديدات الإيرانية وهذه التحشيدات العسكرية الإيرانية في كردستان العراق؟ عندما يعني ننظر إلى الأحداث التاريخية في الماضي، إيران يعني مستوعبة لما اتخذته من إجراءات لأهداف وغايات في رأسها أو النظام الإيراني في داخل رأس النظام الإيراني، هنا ردود فعل دولية هل كان لها يعني الصوت العالي المسموع ذو الأثر؟ إيران، نظام إيران لا يعتني كثيرا بهذه الأصوات الدولية، هذه حقيقة. لدينا نماذج كثيرة، على سبيل المثال نموذج البرنامج النووي، تدخلاتها هنا وهناك، تدخلاتها في لبنان، في سوريا وإلى آخره، تدخلاتها في العراق، في كل العراق، فكل هذا كان عنده ردود أفعال كان دولية بين حين وآخر تحدث، لكن لا تعتني إيران بشكل صارم بهذا الموضوع وتهتم فيه كثيرا. لكن هذا لا يعني أيضا، لا يعني بمعنى أنه هذه الأصوات الدولية المناهضة المضادة لهذه السلوك، سلوك النظام الإيراني، بمعنى أن إيران لا تتضرر من هذا السلوك. بالعكس، قد يكون هذا يزيد من ملفاتها في الأروغة الدولية، يثقل من ملفاتها وانتهاكاتها في كذا دولة، ويصعب أمورها في علاقاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية. تعرف أنه كل هذه الوزارات الأمنية والآخر في كل العالم هكذا أن تتواصل وتدعم بعض وإلى آخر. اليوم شاهدنا على سبيل المثال حكومة بايدن وضعت وزارة الاستخبارات الإيرانية على لائحة السانكشن، يعني ما أعرف اللغة العربية راح مني. المهم، وكذلك أحمد نجاد بجنبه. المهم أريد أقول أنه إيران تتضرر من هذه الأشياء، لكن تحسب هذه الضرر قبالة ما تحققه على أرض الواقع. على أرض الواقع أنه هي تمر بسلام من أزمة هي تمر فيها الدولة، الكيان الدولة يمر فيها الأزمة الداخلية بالدرجة الأولى، الحد من المظاهرات الداخلية، ترتيب المظاهرات. كثير من يتساءل ويقول رغم كل هذه العقوبات الدولية وهذه الأزمات التي يمر بها النظام الإيراني في الداخل وحتى في الخارج، يعني هذا الرفض الدولي لهم،
لا يوجد قبول دولي لهم، يعني للنظام الإيراني أقصد، بسبب سلوكياته، وكذلك الرفض الداخلي الشعبي للنظام الإيراني. لماذا لا يسقط يا ترى؟ من أين يستمد قوته؟ حتى أنه يدعم دول عظمى في حربها مع أوكرانيا، يدعم روسيا، من أين يستمد قوته النظام الإيراني؟ هل من مشروع رصين هو يعني أقيم هذا المشروع على أساس قوي، وبالتالي هو إلى الآن هو لم يسقط رغم الانتهاكات ورغم التعذيب الوحشي للشعب الإيراني ورغم الإعدامات ورغم التدخلات الخارجية في 4 دول عربية، و4 دول عربية لا تستطيع فعل شيء. ليس فقط 4 دول عربية، وإنما العالم، الجزء الأكبر في العالم مع الأسف، في عالم السياسة والعلاقات الدولية عالم فاسد بمعنى الكلمة. هناك دعم مباشر وغير مباشر لهذا النظام من قبل الدول الغربية، أوروبا والولايات المتحدة كذلك. هم من يمسك يد النظام في مراحل خطيرة، منعطفات تاريخية خطيرة، كاد أن النظام يسقط بهم، ولكن هم نحن في زمن المصالح الدولية. صحيح أستاذ نوري، ولكن ماذا يستفيد الأوروبيون أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة من دعم النظام الإيراني؟ الهدف أهداف كبيرة، يعني الأهداف مستقبلية، الأهداف في من دعم هكذا نظام مجرم وشرس من قبل أنظمة عديدة غربية، هو يأتي في قضية تغيير جيوبوليتيك، يعني الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط هي قيد التغيير. خلال 40 عام الماضية بدأ هذا التغيير منذ 79 مجيء الخميني، هذا المشروع جاء، واليوم بدأ في العراق واليمن وسوريا ولبنان واليوم كردستان ومكانات أخرى. هذه الجغرافيا قيد التغيير، هذا التغيير يجب أن يهندس أو يصمم بشكل آخر يتماشى مع طموح دول عديدة بما فيها الدول المتمكنة والمسيطرة على الوضع العالمي الدول الغربية. وهذا النظام، أي نظام إيران، هو من يخدم هذا المشروع الكبير، هو من في الواقع يحقق في الواقع بالدم الشعوب وبدم حتى الإيرانيين بأنفسهم ضحايا لهذا المشروع للدول الغربية. ولا إيران ماذا تحقق؟ ماذا جنت لحد الآن؟ ماذا جنت النظام؟ جنت العداء، جنت أنه كل شعوب المنطقة لا تحب هذا النظام، بل لا تحب الإيرانيين أيضا، هذا ما جنته. يعني جنت علاقات دولية مميزة مع الجوار وباحترام وإلى آخره، لم تجني هذا. إذن كل إيران توظفت من قبل الغرب، إيران أصبحت عدوة لجوارها لصالح مصالح الغرب، كي هذه الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيد صياغتها من جديد. الهدف هذا الشيء نتمنى أن لا يتحقق، أن الشعوب توعى وتفهم المرحلة خطيرة، وكما العراقيين الأكراد يدافعون عن وطنهم اليوم ولا يفتحون أبوابهم وأحضانهم للمشاريع الإيرانية الفتاكة، كذلك الشعوب الأخرى في الدول العربية وغير العربية في المنطقة أن يكبحوا في الواقع هذه التطورات وهذه التطاولات الصادرة من قبل النظام الإيراني، التي لم تأتي لحد الآن بشيء إيجابي حتى اللحظة. شاهدوا اليمن أمامكم نماذج، وشاهدوا العراق، وشاهدوا سوريا ولبنان وكذا بلد إيران عاثت فيها الفساد. هذا ما يريده الغرب في الواقع لإعادة صياغة الجغرافيا مع الأسف على حساب دماء شعوب المنطقة. نعم أستاذ نوري حمزة، شكرا لك. أستاذ شهو، في الداخل، داخل كردستان، يعني الشعب الكردستاني كيف يعني ردت فعله تجاه هذه التهديدات الإيرانية؟ طبعا الشعب يعني كردي داخل إقليم كردستان يدرك أن هذه الإدعاءات غير موجودة، والأمثلة كثيرة على هذا الأمر. يعني لا نذهب بعيدا، إذا تذكرنا حادثة قصف منزل لصاحب شركة كار الذي كان بصدد التفكير لمشروع اقتصادي لتصدير الغاز مرورا بتركيا إلى أوروبا، غاز من إقليم كردستان، وكانت هناك حديث عن هذا المشروع. تم ضرب منزل شخص تاجر، رجل أعمال، بالصواريخ بحجة وجود مقر إسرائيلي داخل هذا المنزل، ومنزل مدني. وبعدها لم تؤكد لجان العراقية ولجان إقليم كردستان وجود أي نشاط للموساد داخل هذا المنزل. يعني هذا الأمر، هذه الحادثة والحوادث الأخرى
تؤكد للشارع الكردي بأنه هذه الحجج الإيرانية والمبررات الإيرانية هي فقط شعارات تستخدمها حتى تبرر هذا العدوان وهذه التهديدات المستمرة وهذا التحشيد المستمر. يعني وقتها عندما ضربت هذه الضربات بالصواريخ لم يكن الحجة وجود جماعات إيرانية معارضة، كانت الحجة موساد، رغم أن الموساد الإسرائيلي يقوم بتنفيذ هجمات داخل العمق الإيراني وفي أكثر المناطق حساسية في الأماكن التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم وفي المفاعل النووية يعني الإيرانية. عندما تقصفها إسرائيل هي لا تجد غير العراق لكي تقصفها تماما، حتى فقط تنفس عن نفسها تتذكر فقط العراق سواء كردستان أو باقي المدن. تماما تماما. لذلك كل ما يحدث هجوم إسرائيلي على إيران أو عملية إسرائيلية داخل إيران، العراقيين يشعرون بالخوف. الرد سيكون ربما حتى وإن حصل حادث سيارة داخل إيران نتوقع الرد على العراق. يعني الساحة المناسبة حتى توصل رسائلها إلى الدول العالم أو حتى تصفي حساباتها أو حتى تقول طيب لماذا لا ترد على إسرائيل مباشرة؟ لماذا ترد على إقليم كردستان بحجة إسرائيل؟ طيب هم يعني القادة العسكريون، وزير الدفاع الإيراني هدد فيما لو لم تخرج المجاميع المعارضة الكردية من المقرات سوف يتم اجتياح كردستان، ولكن بقي موضوع يعني القصف، موضوع القصف أو تكرار القصف يعني قائم. ماذا لو تكرر القصف مرة أخرى؟ ما هي ردود الفعل على المستوى الداخلي أو الخارجي؟ طبعا رسميا تتوقع يعني للأسف يعني أنا أتوقع أن هذه الانتهاكات سوف تستمر، لأن إيران كما تفضل يعني الضيف العزيز أنها لا تكترث يعني بحتى الرأي العالمي، فكيف بالرأي الداخلي؟ يعني لا تكترث بمجموعة من التنديدات الرسمية التي تخرج في منصة إكس تويتر سابقا وتدين النظام الإيراني، هي لن تخسر شيء بهذه الإدانات، وبالتالي هي لو أرادت إرسال رسالة سواء لأطراف داخلية عراقية أو لأطراف إقليمية أو دولية عن طريق العراق سوف ترسل عن طريق هذه الصواريخ أو عن طريق الدرون أو عن طريق الاجتياح البري، وبالتالي هي يعني للأسف الردود الفعل الداخلية لن تكون بشدة أن تدفع الجانب الإيراني للتوقف أو للانسحاب في حال قامت بهذا الأمر. حتى الردود ليس الداخلية فقط، حتى الردود الفعل الدولية لن تكون بقدرة أنها تستطيع أن توقف الجانب الإيراني، لأننا نعود للنقطة الأولى التي تحدث عنها في بداية الحلقة، تعامل طالبان هي التعامل التي تدفع الجانب الإيراني لاحترامهم وللخضوع وللسكوت عندما حتى يحصل تجاوزات عليهم ضمن النقاط الحدودية ومشاكل دائمة يومية. غير هذا التعامل هي لا تكترث للأسف للاحترام المتبادل، المصالح المتبادلة. يعني نحن دائما نقول ليكون هناك تعاون اقتصادي مشترك ثقافي إلى آخره مثل دول العالم، فصار هناك ابتلاع اقتصادي تماما. يعني لا يكون يعني ليست مصالح مشتركة، هناك مصلحتي فقط واستنزافك لصالحي، هذا لا يمكن أن يؤدي إلى علاقات مستقبلية مستدامة وتنمية بين الطرفين واستفادة ومصالح مشتركة. عندما يكون هناك نظرة استعلائية من جانب وتريد فقط استفزاز الجانب الآخر وإخضاعه وفرض شروطها عليه والنظر ببعد أيديولوجي وتريد أن تنشر أيديولوجية معينة، هنا أنت سوف تفشل، لأن طبيعة الشعوب في المنطقة وخاصة في إقليم كردستان طبيعة لن تقبل بهذا المشروع. يعني طبيعة المواطنين وخاصة عاشوا تحت تجربة الإقليم لن يقبلوا بهذا المشروع أن يأتي ويكرر تجاربه حتى داخل إقليم كردستان، وبالتالي لن تنجح هذه الجهود في الإقليم. إذن في ختام هذه الحلقة أشكركما شكرا جزيلا ضيفي الكريمين الأستاذ الشاخو القرداغي الباحث في مركز رمان للبحوث والاستشارات ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا لضيفي عبر سكايب الأستاذ نوري حمزة الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. شكرا أستاذ نوري. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.